بسم الله الرحمن الرحيم. حنشرح اليوم عن جهاز A30 من شركة سامسونج ميديسون. جهاز هذا هو أكوفيكس A30. هاي الشاشة تبعه، هاي لوحة الكيبورد تبعه، هاي حمام البروبات، وهي الكيبورد تبعه. طبعا هون هو بياخد 4 بروبات، وفي عنا مأخذ إلا إذا كان CW مفعل. فيه مأخذين لليو اس بي هون، وفي هاي فريم للعجلات. يمكن وضع الطابعات هون، وصلاحة سي دي هون هي تاخدها عشان التخزين. جهاز هاي بالنسبة لخلفيته، هون عنا الكابل التغذية تبعه، وهون كابلات للطابعات الخارجية تبعه. استطاعة الجهاز 1100 فولت أمبير.